يا خويا، واش واني شواوني في ولدي، واش شواوني في كبتي، وقتلوه ليا وجاي نسيق تماريس، وقالوا لي كسيدة البوليس، وهي ماشي كسيدة ولدي، واش كسيدة والموتور ما كاينش حداه، واش كسيدة والبسطام ما كاينش حداه، واش كسيدة والتليفون ما كاينش حداه، وها قولوا لي الا كانت كسيدة راه ولدي مات، ورا قتلوه لاحوه في كف في خافة الشانطي، ورا ولدي زرك راني دخلت لامور لقيت وجهه زرك، وراني فم زرك، ورا كله زرك اخويا، هاو كيقولوا لي في البوليس راه كسيدة، وما وراوني الطوموبيلة اللي ضرباته، يا ما وراوني والو، وابو موطورو ما كاين حداه بكسيدة، وصويرتو وراقو ما كاينين، وانا كلشي ما كاين ولدي مدغدغ، وفي لامور جامعين ليها راسو، ونسان وعضو في لامور كثرة العصا، وقتلوا لي ولدي صحابو قتلوا لي ولدي، وقالوا لي جاي في الطريق وكيعيطوا لي في التليفون جاي واحد صاحبي من الخدمة. كيقول لي فينك؟ كيقول لي انا جاي قادي معاك الغارات، هات عاش هاد الغارات ما عرفتوش، ولدي جمعوه من الخدمه داوه قتلوه ليا، ولدي غادي وقتلوه ليا، وما عرفتش اش قتلوا ليا كبيتي، وما كماي وما سكيري وما كيشرب، وغنوريكم تصويرتو دابا في التليفون. تخرج من الكريت اخويا.